مدار من ساعة ما كنتوا معانا بقى، أخبار التفاعل إيه معاكم؟ يعني فعلا الناس بقى ابتدت تستجيب معاكم بشكل أكبر، ابتدت الناس يعني تحد شوية من استخدام البلاستيك في اسكندرية في القاهرة. ان احنا بس مش هتكلم بقى، يعني احنا كنا تقريبا مع بعض في البرنامج من شهرين او حاجه كده. خليني اقول لك كمان من سنه، من اول ما بدانا الموضوع. احنا زمان كان الناس كلها تقول لنا انتوا بتطلبوا من المصريين حاجه، يعني لا طبعا دي حاجه مش موجوده في ثقافتنا او كده. دلوقتي احنا كل يوم بتجي لنا مسج على البيج بتقول لنا ان احنا فعلا فرق معانا الحاجات اللي بتعملوها، ولا مبادرات ثانيه او مشاريع ثانيه كمان في مصر بتعملها هدفها ان هي تعمل حجبه للبلاستيك زي ابفيوز او جرينش ابفيوز اللي هم عملوا الشرط على المهرجان. بس احنا شايفين ان هو دلوقتي لا، الناس بقى عندها وعي وبقى في حراك مجتمعي، بقت الناس بتخاف على صحتها، لو حتى مش بتخاف على البيئه وشايفينها حاجه رفاهيه، وده مش حقيقي طبعا، بس الناس فعلا بقى بيفرق معاها صحتها. فلا طبعا احنا شايفين ان هو في فرق وفي تفاعل والناس بدات تفهم، واول ما الناس تفهم تاخد خطوه، يعني هي بس الناس ناقصها انها تعرف. صح.